في البداية خليني يعني أقول إن أنا ببقى فرحانة جداً وسعيدة جداً وأنا بكلم فئة الشباب والبنات في العمر بتاعكم ده. إيه ثواب إنك تبقى شاب نشأ في طاعة الله؟ علشان أبقى شاب نشأ في طاعة الله ده 7 يظلهم الله في ظله. هو يعني إحنا محتاجين الظل ده يوم القيامة؟ آخر حاجة أوصيكم بيها عشان أدخل من باب التوبة ده حل الافتقار والذل إلى الله، باب مش عليه حد. يعني إيه؟ وأنا محتاجة أقول لكم المعنى دول كشباب في الفترة دي. باب الذل والافتقار ده معناه إيه؟ مين يقول لي؟ ها، ماليش غيرك يا رب، أنا آسف، بنقولها كده، أنا آسف يا رب، استغفر الله يا رب، مش هعمل كده تاني يا رب، آخر مرة يا رب.